الترجي والملعب التونسي يرسل افول افول فرصة هدف للترجي وهدف يوسف المساكني هدف لصالح الترجي هدف جميل بدا من اريسون افول وفعل المساكني واحد بلاش الترجي في 28 دقيقة لعب ضغط كنا نحكيو عليه سمير انتهى بهدف لصالح الترجي ضغط الترجي باستمرار هاي الإعادة وجب وعزي اريسون افول على الجهة اليسار دفاع الملعب التونسي يلعب كرة تاني مسكني داخل الرجل بالانتيريور غلط رامي جليل كما حكينا شكيب الترجي يبدا الهجمات نتاعو في جهه وبعد توفى في الاكس والكره مشات يعني يبدا اما على الجهه اليمين ولا في اليسار والكره الاخرى تكون في موقع ضرب الجزاء حتى الكرات اللي ضاعوا ضاعوا من الاكس معناها وهذا يخلي المنافس سمير ما يلقاش روحه يعني يدور ما مش